الهدوء داخل مدرسة الأطفال المعوقين بصريا والصم البكم يتحول إلى حيوية ونشاط بمجرد رؤية هؤلاء التلاميذ وإصرارهم على التكوين بعد انطلاق الموسم الدراسي الجديد. بيئة مناسبة جدا لهم ولهؤلاء الأطفال للتعلم والاستكشاف. نعرف نكتب وحدي ونعتمد على نفسي. وتعلمت انت؟ تعلمت. لا. وش تعلمت؟ تعلمت سيديات، تعلمت كيف نقرا في البراي. تعلمنا وغردتنا. فرحان. برامج تعليمية ورياضية مسطرة لتكفل أمثل بهذه الفئة لا تكتمل إلا بتوفير كل المعدات الخاصة والإمكانات. نعلم الطفل كيف يسير حياته اليومية خارج مؤسسة أو داخل مؤسسة، منها يستفيد من برامج رياضية ومن مجال بستانة. تم توفير الكتاب المدرسي الذي كان متوفر من اليوم الأول، بالإضافة إلى الحقيبة المدرسية استفاد منها جميع التلاميذ. كذلك فيما يخص الأدوات البيداغوجية الخاصة بالفئة المكفوفين البرايل والتي تم توفيرها في إطار برنامج الحقيبة المدرسية اللي تكفل به مديرية النشاط الاجتماعي. ومع البداية الجديدة بولاية بشار، حرص على توفير نفس الظروف بالمؤسسات المتخصصة الأربع والتي تضم 250 تلميذ. استأنفت الدراسة في ظروف عادية جدا في ولاية بشار، خاصة بعد الفيضانات الأخيرة التي مست الولاية، وقد تم تسخير كل الإمكانيات لدخول مدرسي موفق من وسائل تعليمية خاصة، حقيبة مدرسية، وكذلك كل الوسائل المتوفرة من إطعام يعني في اليوم الأول. اهتمام كبير بفئة تتميز بذكاء وقدرات هامة تجد طريق صحيح